لا يفتى ومالك في المدينة يا دكتور مصطفى. يعني حضرتك أكيد تابعت كلامه عن التأمين الصحي والمنظومة. السؤال بقى ليه 15 سنة؟ ليه هو متوقع أنه بعد 15 سنة المشروع يفشل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين. والحقيقة أن هو مشروع التأمين الصحي طبعا هو كمشروع ده كان أمل وحلم عندنا كلنا من سنوات طويلة جدا، وكان فيه محاولات يمكن من الستينيات أو من حتى من الأربعينيات، لكن الفكرة اللي حصلت أن في 2017 يعني من سنتين بالضبط في نوفمبر 2017 وزير الصحة وقتها قال أن السيسي عايز يعمل قانون تأمين ودخل البرلمان، وطبعا البرلمان عندنا بيوافق، ده برلمان تمرير ما بيناقش، وافقوا على المشروع مع كل الملاحظات اللي كانت الحقيقة عليه. لكن الحاجة العجيبة الحقيقة أن هو النهاردة في كلامه قال عدة متناقضات، وكان هو نفسه قال المتناقض وقال الرد الحكومة عليه، يعني بيقول ما يجيش حد يشتكي يقول لي ما فيش معايا فلوس. وقال الكلام ده ليه؟ لأنه الحقيقة أن مشروع قانون التأمين الصحي حط حاجة عجيبة جدا. هو الدستور اللي هو عمله في 2014 وعدله بيقول أن حق المواطن في التأمين الصحي. القانون بيقول أن المواطن يعني المواطن ما يدفعش حاجة، لكن الحاجة العجيبة بيقول يدفع الاشتراك فقط. اشتراك يا استاذ محمد لو هيدفع خسرته هيدفع حوالي 10% من مال دخله. لا يا دكتور انا مش فاهم، بس عشان انا الصوت عند حضرتك بيقطع، النت فيه مشكله. حضرتك بتقول الدستور بيقول حق المواطن في تامين صحي مجاني، بيقول تامين صحي شامل، والقانون نفسه بيقول نظام تكافلي. في اشتراكات طب تكافلي يعني ايه؟ يعني ان هو بيدفع الاشتراك وقت ما يمرض ياخد الخدمه مجاني، لانه بيدفع الاشتراك. امال يعني ايه معنى ايه اشتراك؟ طب ما هو دلوقتي كده، طب ما هو دلوقتي هيبقى كده. لا مش كده يا فندم، هنا بيدفع حاجه اسمها اشتراك وحاجه اسمها مساهمات، ودي النقطه الخطيره جدا. يعني افترض موظف بيدفع له ولاسرته على مدى 20 سنه اشتراكات، تعب روح المستشفى لازم يدفع 20% من قيمه التحاليل الطبيه، 10% من قيمه الاشعه، 10% من قيمه الادويه، 5% لو اتحجز في المستشفى. الحقيقه هيضطر يدفع، ممكن يكون مش معاه فلوس وقتها، يوم يقول انا مش معايا فلوس، وده اللي لسه اتكلم عليه النهارده. دكتور مصطفى اصل الارقام دي عند حضرتك سهله، لكن احنا الناس ما كملناش تعليمنا، يعني قولهم لي واحده واحده كده. دكتور في حاجه اسمها المواطن هيدفع اشتراك، هيدفع الاشتراك كان واحده واحده يا دكتور. الاشتراك ده كام؟ نعم الاشتراك اللي هيدفعه المواطن كام؟ هو لو كان بيعمل العمل بيتكفل بجزء، هو بيدفع 2%، لو كان بيعمل في مصلحه ومصلحته بتدفع 3% الباقيين، لكن لو كان قطاع خاص بيدفع 5%، ويدفع عن زوجته 3%، ويدفع عن اولاده لكل واحد 1.5% اول طفلين، بعد كده 2% اكثر من طفلين. يعني لو راجل وزوجته عندهم عيلين يدفع 10% من اجمالي دخله كل شهر. طيب حلو قوي، اوقف هنا يا دكتور، اوقف هنا ستوب. يعني حوالي 10% يدفعهم الموظف اشتراك شقة لو كان بيعمل في قطاع خاص. لا ده ايوه لو كان هو وزوجته واولاده، لا ده القطاع الخاص هيبقى اكتر، لانه هيدفع ده لو قطاع حكومي 2% له، 3% لزوجته واولاده كل واحد 1.5، يبقى كده وصلنا ل 10%. انا اسف كده 10% تمام. ايوه لو الاشتراك كام بقى؟ ده الاشتراك قصدي اللي من قيمه دخله، ودخله دي محسوبه حلو حلو حلو. لا حلو تمام. المساهمات بقى اللي حضرتك بتقول عليها ده الاشتراك، المساهمات ايه بقى؟ المساهمات لو هو الحقيقه لما واحد يروح يكشف الكشف الوقت اللي بحد ذاته مش هو اللي بيشخص، لازم يعمل تحاليل، ودي من ضمن الكشف، يدفع 20% من قيمه التحاليل بحد اقصى 1000 جنيه، يعني مثلا هنعمل شويه تحاليل ب 800 جنيه بيدفع خمسهم، يدفع منهم 200 جنيه مثلا، ما فيش معاه. هيروح بعد كده عايز يعمل اشعاعات يدفع 10% من قيمه الاشعه، هيصرف الدواء يدفع قيمه الدواء. هنا في الحاله دي اصبح المريض لو تعب فجاه مش معاه فلوس هيروح المستشفى يقول ما معيش، وده اللي قال عليه السيسي النهارده، ما فيش حد يقول ما معيش، ما هو فعلا ما فيش معاه، هيدفع مساهمات ازاي؟ ما طالما بيدفع اشتراك طول عمره يبقى من حقه لما يتعب ياخد عليه مجاني، وده اللي القانون بيقول عليه. لكن لا هو عمل حاجه اسمها هيئه اللي هي التامين الصحي، خلاها هيئه ربحيه وبتستثمر اموالها وبتقبل تبرعات وبتقبل مساهمات، فهنا الموضوع خرج من اطار ان مواطن بيدفع اشتراك ويتعب ياخد علاج مجاني، لا هيدفع تاني، يعني هيدفع زي ما السيسي قال. هنا النقطه الخطيره الحقيقه اللي هو اتكلم عليها النهارده، بس هو جابها بطريقه عكسيه، قال ما يجيش حد يقول ما معيش، ما هو فعلا مفيش معاه، والقانون بيقول لازم يدفع. هي دي النقطه الحقيقه الخطيره، لازم الناس تتنبه ليها في الموضوع ده. دي حاجه جزئيه في منتهى الخطوره. الجزئيه الثانيه يا استاذ محمد ان هو الدوله حاليا شالت ايدها تماما عن الاطفال،
كان عندنا قانون طلع ايام الدكتور محمد مرسي الله يرحمه، اول رئيس مصر المنتخب، اسمه قانون الطفل السن قبل المدرسي، وده كان بيتعلم مجاني. كان قبلها قانون طالع من 92 للسن المدرسي والجامعات كان برضو مجاني، كل اتلغى اصبح لازم يدفع عليه اشتراك. يبقى كده الدوله شالت كل التزاماتها ناحيه الاسره، اصبح رب الاسره الغلبان ده اللي مش لاقي ياكل لازم يدفع الاشتراكات لكل اولاده. من حق دي نقطه صعبه جدا. قالوا لا احنا بقى اللي مش قادر هندفع له احنا لغير القادرين. طيب مين دول غير القادرين؟ قالوا اللي بياخد اقل من حد الادنى للاجور اللي هو 1200 جنيه زي ما بيقولوا، ودي نسبه حاليا بعد تعويم الجنيه اصبحت غير ذات دلاله، اصبح تقديرها غير وارد تماما، يعني اصبحت يعني حاجه كده هميونيه مش معروف راس وراس من رجلين. دي النقطة الحقيقة اللي هو كان بيتكلم عليها النهاردة مواطن يروح ما يدفعش. الحاجة الثانية لما بيقول حضرتك اتفضلت بالإشارة لموضوع الإمارات. معايا يا أستاذ محمد؟ أي معايا يا فندم، اتفضل كمل. موضوع الإمارات ده هينقلنا النقطة الوزيرة اتكلمت عليها وتقول إحنا هنعمل شراكة مع القطاع الخاص وهنعمل توأمة مع القطاع الخاص. هو الحقيقة مش توأمة ولا اشتراك، هو الفعل هي خصخصة للصحة. بمعنى إيه؟ هو لما قال بورسعيد، أنا كنت مع حضرتك من سنتين أيام القانون ده كلمنا في هذا الموضوع، هو ليه اختار بورسعيد؟ قال محافظة صغيرة ممكن نعمل لها حالة نجاح ونعمل لها زي لقطة، لكن مع الأسف بورسعيد نفسها حاليا فاشلين في تطبيق جواها. ليه؟ لما جاء يطور المستشفيات ما هو ما عندوش فلوس ومش هيصرف على الصحة أصلا، فجاب جاب شركة أبراج كابيتال الإماراتية خدت مستشفى التضامن وحطت عليها اليافطة ودخلت في شراكة. جاء مستشفى المغربي خدت مستشفى الرمى اتطورت وحصلت عليها اليافطه بتاعتها. جاء مستشفى كليوباترا بتاعت اللي هي بتاعت مستشفى دار الفؤاد خدت كليوباترا وايش عملت فيه. جاب النهارده مجدي يعقوب جنبيه خد مستشفى الاطفال بدا يوصف عليه. يبقى اذا بكده خصخص الصحه للشركات سواء الامارات او شركات مستشفيات كبيره، وهو شديد تماما من تطوير البنيه التحتيه للصحه. يبقى كده اصبح كل العائد اللي هيجي هيروح للشركه او للمؤسسه اللي هي المستشفى الخاص اللي بتدير هذا المنظومه في بورسعيد. بورسعيد فيها 11 مستشفى فقط اللي اشتغل فيها. يعني بورسعيد حاليا بداوا من شهر يوليو الماضي 5 شهور، حتى الان كل اللي نفذوا بورسعيد نص بورسعيد، 60% فقط من بورسعيد مش قادر يكملها كلها، مش قادر يخش بورفؤاد، لسه لم يستكمل الانشاءات جواها ولا البنيه التحتيه. الوحدات الصحيه 32 مستشفى بدا في حوالي 22 والباقي لسه ما اكتملوش، مع ان بورسعيد دي اول مرحله، يعني احنا لسه بادئين في اول مرحله. الحاجه الثانيه ان هو بيقول في القانون التامين الصحي انه على مدى 15 سنه وكل ما يعمل مرحله هيطلب من الناس يدفعوا فلوس زي ما حصل قبل كده في العام الماضي اللي هي فلوس على السجاير وعلى السيراميك وعلى محطات البنزين وعلى ضريبة على الطرق، دفع من كل الجمهورية عشان يخدمهم المليون أو 750,000 في بورسعيد، ولأن كل ما اتنقل لمرحلة هدفع كل جمهورية عشان يمولوا المرحلة دي. يبقى بالتالي المواطن اللي في القاهرة أو في الجيزة أو في القليوبية اللي هو بيشكلوا ثلث سكان مصر اللي هم حوالي 30 مليون في الثلاث محافظات دول، هيفضلوا يدفعوا ل 15 سنة من غير ما يستفيدوا. وبعد 15 سنة يعلم ايه اللي هيحصل، لانه اصلا المشكلة الثانية على الموازية انه ما فيش بنية تحتية برضه ما فيش دكاترة. يعني حاليا 60% من الدكاترة في الخارج، والعدد بيستقلوا كل يوم الدكاترة من الصحة لان المشاكل موجودة كتير ما بتتحلش. يبقى كده هو لا عنده مستشفيات ولا عنده بنية تحتية ولا عنده اطباء، فبيتكلم في ايه؟ ما هي دي النقطة اللي بيقول بعد 15 سنة المشروع هيفشل، هو حطها كرقم اللي هو حطه في القانون، طبعا هو يتمنى يكون قاعد وقتها يطلع بفرقعة جديدة هذا الموضوع. هنا الحقيقة بيبان عندنا نقطة اللي هي فكرة اللقطة والشو الإعلامي، هو ايه اللي تم في بورسعيد حاليا؟ الواقع إن ما فيش حاجة ظاهرة أو حاجة ملموسة تقدر الناس تتكلم عليها، أو مواطن اللي في المحافظة اللي جنبها إيه اللي حصل له؟ الحاجة الثانية قال هبدأ دلوقتي أفكر في مرحلة تانية، إذا كانت المرحلة الأولى لسه ما اكتملتش، وفي المرحلة الأولى كان من ضمنها جنوب وشمال سيناء، حذف شمال سيناء من المنظومة وحط مكانها الأقصر. طب ليه شمال سيناء ودول مصريين؟ واضح إن شمال سيناء حاليا خارج إطار مصر، يعني مش معترف بها خالص في موضوع التأمين الصحي. هذه نقطة تانية مكملة للموضوع. نيجي للإجراءات اللي تمت في بورسعيد خلال ال5 شهور اللي فاتوا، هنشوف حاجة عجيبة جدا. ان الاطباء في معاناه شديده جدا بداوا يتعاقدوا مع اطباء المعاشات، بداوا يعملوا انتدابات من اطباء من المحافظات الثانيه البورسعيد لمده شهرين بحيث الطبيب يقضي شهرين انتداب ويرجع مكانه. طبعا فكره الانتداب دي انا مش هاخد فلوس، ده جاي في ماموريه،
الهند دي الحقيقه الامر التخبط، وهي دي النقطه اللي بتصير طب دكتور معلش دكتور مصطفى معلش انا يعني انا عايز اكتب ورا حضرتك، وانا متاكد ان في مواقع اخباريه دلوقتي بتكتب النقط الجوهريه اللي حضرتك ذكرتها. ممكن حضرتك تتكرم عليا بعد اذنك وتبدا من الاول، بس يعني من غير ما نخش تفصيل، ايه عيوب المشروع ده من اول ما بدات حضرتك لما اتكلمت على انه الاشتراك المساهمه الاشتراك قدره كذا، بس عشان ناخدها نقط كده، لان احنا ممكن بعد اذنك ناخدها نعملها انفوجراف للناس عشان بس الناس تفهم ان الراجل ده بيضحك عليهم. ممكن بعد اذنك هكتب ورا حضرتك وبالراحه تقول لي من وجهه نظرك كمتخصص ودكتور ومسؤول سابق في وزاره الصحه، ما عيوب او ما هي الدلائل على كذب هذا المشروع عند السيسي؟ اتفضل. الفكره باختصار، السيسي قال قبل كده انا ما عنديش دراسه جدوى لاي مشروع، لو عملت دراسه جدوى هعطل نفسي. الكلام ده اتقال من سنتين في مجلس في البرلمان، قالوا فين دراسه الجدوى للتامين الصحي؟ ما حدش فاتهم بحاجه. قالوا لازم نبدا القانون ولازم نبدا نشتغل، لان سنه 97 يعني من حوالي 20 سنه قالوا هنعمل حاجه اسمها الاصلاح الصحي، احنا نصلح الصحه الاول بعد كده نعمل القانون. لا، هو عمل العكس، عمل القانون بعد كده عايز يصلح الصحه، في نفس الوقت ما بيديش فلوس للصحه او تمويل لتطوير المستشفيات. يبقى منين هيشتغل ازاي؟ ما هو هي الفكره كلها، احنا عندنا مستشفيات وادوات والات وادويه واطباء. الاطباء فيهم عجز شديد جدا في مصر حاليا، نقص في الاطباء كله بيطلع بره لانه مش عارف يعيش في مصر. المستشفيات ما صلحهاش، راح جاب القطاع الخاص يصلح له المستشفيات، يبقى ده دخل نظام القصقصه. بدا يدفع المواطنين فلوس فوق طاقتهم انه يدفع اشتراك الاسره كلها. طيب دكتور مصطفى انا كنت بكتب وراك والله، يعني دلوقتي المواطن طبقا لهذا القانون هيدفع اشتراك شهري، مظبوط يا فندم؟ تمام يا فندم. قدره 10% هو ليه هو واسرته، صح يا فندم؟ تمام، معايا تقرير. ايوه تمام. ثم اذا المواطن تعرض هو او فرد من اسرته الى مرض وراح مستشفى يدفع 20% تحاليل، مظبوط يا فندم؟ تمام يا فندم. وكم اشعه؟ 10% 10% اشعه او 10% دواء و10% ادويه. تمام. اذا ما معهوش، نعم، اللي ما معهوش هيشتكي طبعا. إذا معهوش خلاص، حتى لو بيدفع اشتراك. تمام. العيب الثاني يا فندم من كلامه اللي حضرتك قلت عليه، أنه المشروع ده مش عادر يغطي بورسعيد بالكامل، وأنه بورسعيد فيها 11 مستشفى، حضرتك ذكرت أرقام أنا بحاول أتذكرها بس. 11 مستشفى. أيوه. عندنا 32 وحدة اللي شغالون حاليا 22 فقط، والباقي لسه لم يكتملوا في خلال السنتين دول. لم يكتملوا. إيه السبب أن هو مش عارف يكمل مشروع بورسعيد يا فندم؟ أن مفيش تمويل. ليه ما فيش تمويل؟ اقول لحضرتك يا استاذ محمد، يعني في شهر مايو الماضي في اقرار الميزانيه في مجلس البرلمان، وزيره الصحه وافقت تقول انها طلبت للصحه هذا العام 96 مليار جنيه. قالت انا اللي جالي 63 ومحتاجه 33 مليار. قالوا لها هو ده الموجود. قالت لهم انا محتاجه 17 مليار عشان ابدا اطبق التامين الصحي. وزير الماليه قال لها ما فيش تمويل غير 1.5 مليار فقط او 1.7 فقط واداهم لها. طبعا دول حتى يوم الوزاره ما اقدرش اطور بيهم مستشفى. ده كلام واقع ومنشور في الصحف شهر مايو 2000 هذا العام 2019. يبقى اذا ما فيش تمويل، الحكومه ما بتدفعش، هو ما بيدفعش، عايز الناس اللي تدفع او قطاع خاص يجي يشتري المستشفيات ويخصص المستشفيات. ايوه، دي الخطوره كلها في هذا الموضوع. ايوه تمام يا دكتور. طيب انا بس بتكلم على كلامه النهارده يا دكتور، يعني انا ما لناش دعوه بالوزيره، انا بتكلم على كلامه النهارده ان هذه المنظومه التامين دي منظومه ناجحه. حضرتك بتقول لي انه رغم مرور السنوات اللي فاتت دي، انما المنظومه حتى الان ما عرفتش تكمل بورسعيد كلها. ايوه. ما هي المعوقات بقى يا فندم؟ التمويل، حضرتك قلت لي التمويل. ايوه التمويل. في نفس الوقت حضرتك اتيت على ذكر ال اللهم صل على النبي. نعم فندم. الأطباء والتمريض، ناس الأطباء. الأطباء والتمريض، ولا وأتيت على ذكر الإمارات. أيوة. ما دخل الإمارات بالموضوع؟ الإمارات الحقيقة بدأت عندنا في مصر نظام الاستحواذ على الصحة بالكامل من فترة
من فترة يمكن مزاجت أول الأيام الأخيرة خدت مستشفيات كتير في القاهرة واسكندرية وفي وسط الدلتا، مستشفيات كبيرة ومستشفيات صغيرة، خدت أكبر المعامل زي البرج والمختبر اللي هي شركة أبراج كابيتال، وكان لها دخول في بورسعيد في مستشفى التضامن إن هي بدأت هي المسؤولة عنها حاليا، وعليها ليفتح عليها بكل اختصار. الحقيقة هي من خلال مستشفى شركة اللي هي مؤسسة اسمها كليوباترا اللي عارف. الحقيقة دي بتبين ان عندنا بدأ نوع من الخصخصة للصحة، الحكومة شالت ايدها تماما بخلاف المقرر في الدستور اللي هو عامله وبخلاف القانون، اصبح حاليا ان المواطن هو اللي يدفع من جيبه لكل مستحقاته، يدفع اشتراك طول عمره، وقت الاحتياج يدفع تاني، وفي نفس الوقت ان المستشفيات الحكوميه على المستوى الجمهوريه البنيه التحتيه فيها سقطه. والحقيقه الكلام ده مش من عندي يا استاذ محمد، الكلام ده قاله لجنه الصحه في البرلمان في منتصف نوفمبر، يعني من اسبوعين لجنه الصحه. طيب يعني يا دكتور مصطفى، دلوقتي المواطن العادي جدا هيدفع 10% ليه هو لاسرته، لو راح يكشف هيدفع الحاجات دي ال20 أيوة. وال10 تمام، وكشفه هيكون في مستشفيات خاصه، لان مستشفيات الصحه فيها هجرة أطباء، ما فيهاش بنية كويسة، ما فيهاش تجهيزات، مظبوط كده يا فندم؟ تمام كده. يعني هو كده سلم المواطن، سلمه على المفتاح للإمارات. ايوه، الإمارات ودار الفؤاد واخده جزء والمغرب واخده جزء، يبقى بالتالي ومجدي يعقوب خد مستشفى تاني النهارده. ماله بقى مجدي يعقوب؟ انا بقى بسأل السؤال ده، ايه اللي جاب مجدي يعقوب جنبه؟ ما هو في بورسعيد مستشفى الأطفال مجدي يعقوب له مؤسسة خيرية في أسوان، ودي بتاخد تبرعات كتير جدا ومدعومة من الرئاسة، فهو شال مستشفى المستشفيات يطورها وتبقى تبعه اللي هي مستشفى الأطفال. مجاية خيرية يا دكتور مصطفى؟ أيوة جمعية خيرية، أيوة بس أيا كان مش الحكومة، ما هي الفكرة كلها. طيب ما دي حاجة كويسة، ما هي الفكرة كلها أنا بتكلم دايما عندنا الجمعيات الخيرية أو القائمة على التبرعات ما تضمنش فيها الاستمرارية، أنا يهمني حاجة تكون مستمرة على طول. الخيرية اللي بالتبرعات ممكن اللي بيدفع تبرعات ما يدفعش يبقى المشروع واقف، لكن لو عندي الفلوس جاية من الدولة يبقى ضمانت.